عزيز طارق حسين طالب في سنة ثالثة عضو في الاتحاد السكني الألماني. إحنا إن شاء الله الاتحاد وأنا يعني بمثل الاتحاد في الموضوع ده، ومعانا كم دكتور إن شاء الله شعبان هيجي، أحمد شعبان. بنقدم لكم محاضرات تعريفية عشان الدخول السنة ما تبقوش مفقودين المنهج، ما تخرجوش من المواد الجديدة، تبقوا فاهمين السيستم ماشي إزاي. إحنا عندنا السنة فيها أربع مواد. حد عارفها؟ حد ليه أخ كبير في الكلية؟ طيب عندنا أربع مواد أساسيين: أناتومي، هيستولوجي، فيسيولوجي، بايوكيمستري. جميل؟ في مواد تانية هتستخدمها السنة الأولى، عندكم الإنجلش والكمبيوتر، بس دي مواد ما بتاخدش في المجموع. يعني عندنا الأربعة الأساسيين دول الأربعة فوق. فإحنا إن شاء الله النهاردة هناخد مادتين، إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي هناخد مادتين تانية. النهاردة عندنا أناتومي دلوقتي، وبعد كده هناخد بايوكيمستري، بينهم نص ساعة بريك، وبعد كده الأربعاء عندنا فيسيولوجي وهيستولوجي. قبل ما نبدأ الأنتمي عندنا مقدمة عن ميديكال ترمينولوجي. حد يعرف عن إيه ترمينولوجي؟ محدش؟ مفيش أي ما حد قال قول مظبوط. ميديكال ترمينولوجي علم صح اسمه إيه؟ محمد حامد. محمد دكتور محمد حامد قال ميديكال ترمينولوجي علم المصطلحات الطبية. طيب يعني إيه مصطلحات طبية؟ طيب مصطلحات انا فاهم. طيب خلينا نقول ان لغه الطب عموما ميديكال لانجوج. احنا عندنا ميديكال لانجوج هي عباره عن انجلش عادي جدا، وانت بتتكلم انجلش، ولكن هتستخدم بعض الكلمات والمصطلحات اللي مش من الانجلش. الكلمات عندنا بتيجي اغلبها من الجريك واللاتين، عشان بس الناس اللي فاكره ان اللي دخلوا مدارس لغات فدول دول احسن مننا ودول اتعلموا عننا والكلام ده. مفيش الكلام ده خالص. محدش يعرف جريك، محدش يعرف ان المواد اصلا مش بتستخدم تقريبا يعني. في كلمات كمان يعني اضافه للجريك واللاتين، في كلمات فرنش وفي كلمات جيرمان، بس اساسا في جريك واللاتين. الكلمات عندنا بتتكون بطريقه يعني شبه معقده شويه. عندنا تتكون من أربع أجزاء من الكلمات بنجمعهم مع بعض عشان يكونوا كلمة. خلينا نشوف الشكل ده. في روت الكلمة. روت الكلمة يعني الجذر بتاع الكلمة، الأصل بتاع الكلمة اللي أنا هبني عليه الكلمة بتاعتي. وفي بريفكس وسافكس. حد يعرف إيه البريفكسز والسافكسز؟ أيوة في ناس بتشاور، أنا شايف ناس بتشاور. حد يقول حاجة بقى؟ البريفكس والسفكس هو زي ما قلت حركات الكلمة، بحطها في أول الكلمة أو في آخر الكلمة. البريفكس في الأول، بري بحط في أول الكلمة، السفكس بيتحط في الآخر عشان أغير أو أعدل معنى الكلمة لأخطاء. في الآخر فاول، كونكتنج كومباينينج فاول، حتى عشان يسهل النطق. جميل؟ هناخد مثال. حد يعرف؟ أنت بكذا دي عملية جراحية، شايفين دي؟ ازاي؟ مين قال ازاي؟ حد قال ازاي ده؟ أنا سمعت حد قال ازاي ده؟ صح والله ما تركزوش، هي ازاي ده فعلا؟ دي ازاي ده؟ حد يعرف ازاي ده بالانجلش؟ أبندكس اسمه كده مظبوط، بص كده يا زهرة. دي عملية جراحية اسمها أبندكتومي. دي عملية اسمها أبندكتومي. يعني استئصال الزايدة. الروت بتاعها اللي هي الزايدة الدودية. جميل؟ السفكس اللي عندنا اكتمي. اكتمي يعني سيرجيكال ريموفال. يعني حط كلمة اكتمي على ابندكس، عملت ابندكتمي بمعنى سيرجيكال ريموفال اوف ذا ابندكس. جميل؟ ده مثال. عندنا مثال تاني، حد يعرف عنه ايه؟ لويس. كل عارف لويس. جميل. حد يعرف معناها ايه طيب؟ لا كل حاجة حد يفهمها. ها؟ محدش؟ قول يا دكتور. ايه تعليمك ايه بالظبط؟ ريكسبشن روت عادي. طب كويس اسمك ايه؟ دكتور ماجد قال لوز معناها تونسل. ده كلام مظبوط. تونسلايتس.
النهارده خالص وانا خلاص هندسه. فان شاء الله الامتحان هينزل زي قاموس صغير، هيبقى فيه مقدمه عن الكلام ده، او مش مقدمه، تفاصيل شويه عن الكلام ده، وهيبقى فيه كمان يعني كلمات هتستخدموها في اول شهر مثلا في المعهد بتاعنا يعني. طيب كده خلصنا الترمينولوجي. في نقطه مهمه كمان في الترمز اللي هي السنجلر والبلورال. لا عارف يا صعب حاجة عارف 10 مرات صعب. طيب سنجلر بلورال الجامعة بتاعتنا في الطب هو السنجلر. على فكرة عبد الرحمن معاك في الدفعة هو أخويا بس أنا شغال. سنجلر بلورال عندنا في الأغلب الترمز بتاعتنا الميديكال بتبقى irregular، ما تبقاش حاجة، ما تبقاش مش الإس، مش النهاردة لا إس تبقى خلاص يعني، مش بوك بوكس، لا مش الكلام ده. الانجلش اللي بنستخدمه عادي، في كمان انجلش هتكلمها تجمع عادي، بس الميديكال تيرمز الجامعه بتاعها مختلف. مثلا كلمه ابيلنس اللي احنا جمعناها من شويه اخرها ايه؟ اي اكس. جميل. ابيلنس اي بي بي اي ان دي اي اكس، عشان يا جماعه هعمل شايفين الكلام ده ولا مش واضح؟ مش واضح صح؟ طيب ابندكس اخرها اي اكس كده احسن. جميل. يا جماعه هعمل ايه؟ اشيل الاي اكس ما ينفعش ده ابيض، احط ابندكسز ده مثال. جميل. الثلاثة تعود عليه ما تخطوش يعني، بس ده يكون مثال. عندنا كده بيس هناخد منهم ثلاثة بس، في الباقي هتلاقوا موجود عندكم برضه في الديكشنري اللي هينزل. أول واحدة يو إم، آخر كلمة يو إم هشيل يو إم وأحط إيه؟ حد عارف مثال؟ مظبوط. اسمها هنا دكتور هنا دوس هنا. إيه ده؟ دي بكتيريا. بكتيريا اصلا اصلها اليو ام، شيلنا اليو ام حاطين ايه بقى يا جماعه؟ حد يعرف كلمه ميديم؟ ميديم دي الكلمه تبقى ميديا اللي هي الوسائل. جميل. عندنا طبعا تانيه يو اس اشيلها تبقى، اشيل اليو اس عشان تبقى اي. حد عارف مثال؟ مظبوط. اسمعك عمرو يا صاحبي، كعمرو يا صاحبي، انا ستيمولس ستيمولاي. في مثال عندنا تاني، ايه ده؟ ايه اللي في الصورة؟ فانجس. صح؟ جميل. فانجس، ايه فانجس؟ ده بس ده فانجس دي المفرد. هنجمعها هتبقى فانجاي. طب مش فانجي، فانجاي. ده مثال تاني. عندنا بيس تالتة او ان اخرها اشيل او ان احط ايه؟ ده مثال مشهور جدا. كل واحد فينا مظبوط. في مثال تاني اشهر. ها؟ ما هي الف. في واحد اشهر، اشهر مشهور جدا دوس. ايه ده؟ هذا ده؟ ها؟ كده اللي تقول اهو ميتوكوندريا. الميتوكوندريا تجمع مش مفرد. الناس كلها بتقول ما تقول على انها مفرد، لا انا مش مفرد، ده جمع. المفرد بتاعها ميتوكوندريا او ان. لما شلنا الاو ان وحطينا الاي بقت ميتوكوندريا. عشان كده لما درس بتاعنا في الثانوي كان يقول لي، كان يقول ميتوكوندريا وهو شايف مكتوب في الكتاب ميتوكوندريا، يقول اصل يبقى ده هو اصلا مش عارف ان ميتوكوندريا دي اصلا هي المفرد وميتوكوندريا هي الجمع. جميل. دي كانت البيزس بتاعتنا في الترمينولوجي. حد عنده اسئله؟ اسئله عن الكلمات سواء موضوع التيرف نفسها او السيكل الكل. هتلاقوا مثال تاني ان شاء الله في الديكشنري اللي هينزل. خلاص؟ ثانك يو. شكرا. اخذوا بريك عشان الشركه على الشاي. خلاص؟ عارف الدور امبارح؟ عارفين الدور